ملعوب مساوي في وضعية صعبة، يخرج كرة المنفذ حراك الصعبة والقوية باش يغلط الحارس هنا. صعبة وخطيرة الكرة لمصلحة أتلتيك بارادو، أول أهداف المباراة في الدقيقة 51. لوسيف شاهدوا كيف كان ذلك، والهربة من بوغرا يقدم كرة على طبق مباشرة لهداف الفريق نعيجي وبسهولة كبيرة في مرمى الحارس كايم رباح. يوزع يمرر لحراك، حراك طويلة بعد عن قاسمي الخطأ وقاسمي والحارس والدفاع في المرة الأولى والثانية، فرصة كبيرة ضاعت على قاسمي لتعديل النتيجة. هنا الأحسن التغيير، هاي لربما في هذه مساوي في المكان المناسب، حرك أمامه غير الاتجاه مباشرة، حسن ما فعل هيلا ممتازة إلى الأرضية. يا سلام تعديل النتيجة من جويدر، لعبة ثلاثية ممتازة من عراس النصر حسين داي محضرة كما ينبغي، تنتهي في شباك الحارس مساوي وبكرة ولا أروع من حراك، خرجت من القدم اليسرى لحراك على مرتين. حراك حراك يا سلام، الله 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 الله، قاسمي يتمكن من الوصول الى الشباك للمرة الثانية المصرية في ثلاث دقائق، تغير الموقف وتغير النتيجة بهدفين مقابل واحد، كرة صعبة وخطيرة وحراك دائما يصنع الفارق بكراته.